غادي نقول لكم حقيقة برنامج المغرب الأخضر، لأن البرنامج ديال المغرب الأخضر هو برنامج استثمروا فيها 147 مليار درهم، أي 15 مليار ديال الدولار. 147 مليار درهم. 2008 ملي كانت الحكومة بدات كتخطط باش تخسر وباش تستثمر 147 مليار ديال الدرهم، كانت الميزانية ديال الدولة 185 مليار درهم، فتقريبا خصيصة لبرنامج المغرب الأخضر ما يساوي ميزانية الدولة برمتها. متفقين؟ راه 147 مليار درهم 2008، ميزانية كلها هي 185 مليار، هي الميزانية ديال الدولة برمتها في القطاع الفلاحي. واحد السيد اعتوى بصفة قانونية حق صرف ميزانية دولة بيده اليمنى أو بيده اليسرى، ما عرف واش وزير الفلاحة يسري ولا يميني، فهو يميني ما عرف ما ولكن واش كيكتب باليمين أو باليسار، ولكن تصوروا أنه الصباع ديال البشر كينكلو يلزم الدولة واحد ميزانية أمة باش تعرفوا شنو هي 147 مليار ديال الدرهم. وهاد 147 مليار ديال الدرهم مبنية على جوج ديال 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 المراكز. أولا ما يمكن أن نقول الفلاحة الحديثة، الفلاحة التي ترى التصدير، الفلاحة التي فيها الربح، الفلاحة اللي هي كتدخل الأموال الباهظة. البرامج حينئذ كانت فيما يخص الدفعة الأولى أو الركيزة الأولى 75 مليار درهم ستصرف في الفلاحة الحديثة لاجريكولتور مودرن. فلاحة حديثة بمعنى أنها القيمة المضافة هي قيمة قوية جدا، القيمة المضافة هي قوية لأنه فيها الربح. ما يسمى الفلاحة التضامنية أو الفلاحة الاجتماعية أو الفلاحة الناس اللي كيفلحوا باش ياكلوا كانوا خصوا لهم 20 مليار ديال الدرهم في 545 برنامج، في حين أن كانوا خصوا 750 مليار 750 برنامج من الفلاحة الحديثة. وشنو كان الهدف من هذا المخطط الأخضر؟ أولا العجز الغذائي، أن الميزانية ديال 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 لاليمونتير ديال الأكل، تكون متساوية ما بين المواد الغذائية اللي كنجلبو من الخارج وتلك التي نصدرها للخارج، باش زعما داكشي اللي كناكلوه داكشي اللي كياكلو المغاربة يكون يساوي داكشي اللي المغاربة كيصدروا للخارج. وكان وعدنا بأنه قيمة البضاعة التي ستصدر ستفوق 4 مليون و 600 ألف طن، في حين أن في تلك الوقت كانت 3 مليون و 400 ألف طن.
معنا وعدونا باكثر من مليون ديال الطن ديال السلعه اللي غادي نصيفطوها للخارج، وهاد الزياده غتعطينا 61 مليار درهم ديال القيمه المضافه. وقالوا لنا غادي نخلقوا 187 مليون يوم شغل اضافيه، وغادي نشغلوا 600,000 منصب شغل بصفه مستمره. وعلى كل حال واحد نص مليون ديال الكتارات غتصبح ارض ديال الراي، الارض المسقيه، الارض اللي كتدخل الفلوس لانها كتعطي الانتاج. شو اللي قالوا لنا؟ واعطيناهم 145 مليار درهم.